العظيم انتوا منورينا. يعني عارفين عشوة بقى كده حاجة خفيفة، احنا مرضناش ايه نتقل اهو. ربنا يخليك يا شيخ. تعالى يا ميدي يلا نجيب لهم الدقة والحاجة. تعالى تعالى يا ميدي. انت متوصية ها؟ خد 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 ده احنا نعمل نفسنا بناكل ونقلب. اه نعمل نفسنا نقلب كده و... مفيش حاجة طيب ممكن نرمي فيها على اساس ان احنا مش قليل كده؟ لا يلا مش قليل، حاجة خفيفة. تعالى يا ميدي يلا جاي اي حاجة. يلا دقوا دقوا دقة حطوا يا تعبناكم معانا والله. والله العظيم عامله لكم بايدي، وكل واحد خلي بالك انا حاطه لكم الحاجات اللي انتوا بتحبوها. انا عارفه انك بتحب الحمص فزودت لك حمص. هي ما بتعملش العشوة دي غير للحبايب والله. اه والله. لا بص انا مش عايزه اكسب بقى. انا مش عايزه اكسب. كل واحد يمد ايده كده ويسقسق لنفسه. بتاكلوا بقى السمك بايديكم وبتاع والجو ده؟ اه طبعا اهو ليكوا في الشطه. امال ايه؟ اه طبعا اهو هنحط فيه. يلا هنتصرف يا حبيبتي. انا هفهمكم بقى السيستم. انتوا طبعا فاهمين اكيد دي كان غدانا كلنا في المدرسه يعني. اه مدرسه اللي بيخش فيها كشري. لا بعد ما بيخلصوا بينزلوا بقى. بص لا بص تعملوا كده. لا انت هتاكل من البتاعه. امال لا انت ما اكلتيش كشري في كيس قبل كده؟ فعرفيني. لا مش بالمعلقه. بص بعد ما تحطوا كده تنفخ كده وتلف كده وتعملوا كده. ايوه كده كده ماشي. وبعدين تفك كده ماشي وتلفه كده كده وتربطه زي الفول بالظبط. والله أهو. بطل والله وحش. بص وتروح عامله كده خلاص وترميه وتخرمه. لا امال ايه بعد كل ده؟ تخرمه كده كده وتاكله بقى كده يطلع من البسبوس بقى. بسبوس. حلو حلاوة؟ ايه؟ لا انا نسيت اقول لكم ان انا عامل دايت فمش هقدر اكل. طب والله العظيم ده جميل. اصل كمان احنا بالليل فعشاء. بالليل ايه ده؟ فهي خيرها هتاكل ايه؟ لا انتوا معزومين عندنا. اه طبعا هناكل. يلا هناكل. اعملي بقى زيها. انتوا مش عاجبكم الاكل اللي انا عاملاه؟ لا 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 فظيع فظيع. هات انا احط لك يا حبيبتي. امسك يا ماجد امسك ده اوعى تاكل منه. هات انا اعمل لك يا حبيبتي. والله ما انت تعبه نفسي. يلا هتعمليها. انت بتحبي الشطه؟ اه بحب الشطه. بتحبي كام رجل كده يعني؟ كتير ولا اقل شويه؟ اقل كده. الشطه ما بتنيمش. اه حلو كده. الصلصه بقى. اه دي صلصه بقى. بصي دي ماما بتبقى شايلها لي في الفريزر اهو. هتنفخي وترجي؟ انفخ لك وارج لك ولا تنفخي انت عشان لو بتقرفي. لا ما بعرف. لو بتقرفي انت انفخي. ايوه خليها تنفخ بجد. طيب انفخي انت انفخي انت عشان ما تقرفي. خدي انفخي معايا. اوعى تفرقع. اوعى تفرقع. احنا كده هنقعد ننفخ لبكره. اوعى تفرقع. خدي نفس عميق. يلا ايوه 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 حاسبه يا شوشو. بصي بقى تعملي كده. ايوه اهو ما تخافيش. لا 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 والله العظيم خليك بنت بالك كده وحلوه كده. انت جوزك فنان لازم ايه الطبقه العاليه تحبه والطبقه المتوسطه تحبه. طبعا ماشي اهو. اخرمي بقى انت الخرم. طب لا سيبيني بقى انا هخرمه. اخرمي وتعملي. احنا نقعد نتكلم مع بعض وانا هخرمه. لا لازم تاكلي لازم تاكلي. وانت ما اكلتش بتاعك ليه يا حبيبي؟ ما انا سايبك تعملهولي انا. دقه. اه دقه بلاش شطه ما بنامش بالليل. دقه بس ما بتنامش بالليل. ما انت ما بتنيمنيش انا بس. هي مش قد البقامه يا جماعه بس يعني. بس لا يا جماعه ما تقولوش كده. لا ده تحفه. انا قلت بقى ايه يعني. بصوا احنا زهقنا من الفراخ. انتوا عارفين بقى انتوا على حظنا احنا على حظنا احنا زهقنا من الفراخ. يا واضح ان الضيوف اللي كانوا حضرتك بتحرجنا قوي. جوزي بقى ما بيقرفش مني. ما تفتفيش. ايه القرف ده؟ ما انت ما بتقرفش. دي المجلة اللي عندك دي. ما تعملي لجوزك. ايوه انا اهو انا هاكله انا. هو لا هو عامل دايت. لا انت انت ايه ده؟ انت هتمسكيه بالمجلة ولا لا 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 انا بقى كنت ببص على حاجة بس كملي بس انت. خد يا ماشي. يلا بقى. ايه ده؟ انت كفنتيه كده ليه؟ لا انا خلصت وده المجلة كنت خلصتي ايه؟ لا يا خيرية والله العظيم ازعل مني. ده تحفة. شوية شطة بقى ايه؟ عنب. هي ايه المجله تخنت ولا ايه؟ لا
طب اجيب لك في طبق لو قرفانه؟ لا تمام. لا قولي لي والله لو قرفانه اجيب لك في طبق. اه ما احنا بناكل اهو، ايه اللي حصل لنا يعني؟ هتنفض؟ لا دي اللي بعدها. والله العظيم ده انت استاذ شايفه؟ والله عالمي. ايوه كده، هو ده المطرب اللي الناس بتحبه. شايفه؟ حبيب جمهوره، حبيب الشعب المتواضع. اربط بس. اقول لك حاجه بقى، مش عايز انا اكل من البسبوس. طب عايز تاكل من ايه؟ بالمعلقه؟ معلقه كده. اه ماشي ماشي مش مهم. وانت بقى كلي من البسبوس. ماشي. عايزه في طبق؟ لا انا تمام. طب خلاص ما يلا، ما خرمتيش الخرم ليه؟ هخرم الخرم. اها هاتي معلقه من عندك. الكيس كفايه كيس. ما انت حاطه لي شطه. ايه حاطه لي كميه شطه. الحق بياكلها بياكلها. حلوه والله. تسلم ايدك والله. يلا نبدل احنا. خد. طب والله انا بقالي فتره. يا حبايبي. بقالي فعلا فتره نفسي اكل كشري. طب انت اكتر اكله بتحبها ايه؟ انا اي حاجه فيها خضار يعني مبسوط جدا. صحيح. حاجه صحيه يعني. لا لا يعني قصدي يعني فاصوليا. من ايد مامتك يعني؟ زي بالظبط. انا كمان هيلسي. اه لا مش هيلسي خالص، الكلام ده بيبقى فيه بقى متسبكه يعني بالصلصه وكل حاجه وحته اللحمه طبيخ يعني. اهم حاجه ولحمه ورز بشعريه. اعمل لكم المره الجايه بقى مسلوق بطاطس وعليها حته الكوكو كده محمره. يا لهوي. ويجي لك الضيوف يصطادوا الكوكو ياكلها ويسيبوا لك البطاطس. ايوه. وتلاقي عيالك مخنوقين. زي النهارده كده؟ لا كلي يا حبيبتي ما تخافيش، مش هتتخني، الكشري ما بيتخنش. والله العظيم انتوا حولتوا الكشري لتورته، يعني انا مش حاسه انكم بتاكلوا، يعني شوف احنا الكشري كشري.